طيب شو أصدق قلبي معي؟ الحمد لله، يعني أكثر مما نستحق. الفيدباك كثير حلو، والفيدباك على الصورة، على الحوار، على المشروع ككل، جدا يعني يثلج الصدر ويخلينا ننسى تعب الشهور اللي طافت. والفيدباك على الوجوه الجديدة كثير حلو، هذا الشيء اللي أنا مبسوطة فيه أكثر. كان هو قلبي معك، قلبي معي ضاع. يعني هو طول حياته كان قلبي معي، بس في ناس فاهمين قلبي معك، بس هو من أول ما انكتب للحين قلبي معي. طيب انت يا يكون معك علي مثلا. انا قلبي معك وقلبك معي ومع بعض يعني. ثانك يو، تسلم. شو رايك بتاع